تحية لعشرين فبراير والنضال ساير ساير تحية لعشرين فبراير والنضال ساير ساير تحية لعشرين فبراير علام غارتر شي ساكن تحت القصدير شي علام غارتر شي ساكن تحت القصدير كيف تعيش يا الدرويش والمعيشة ربات الريش والمعيشة ربات الريش والمعيشة ربات الريش والمعيشة ربات الريش تعشي هاد الوقفة اليوم في إطار الوقفة اللي كتدعي لها الجبهة الاجتماعية المغربية في عموم في ربوع هذا الوطن. الوقفة اليوم بطبيعة الحال تأتي في ذكرى ديال الحركة ديال 20 فبراير، تأتي في واحد السياق اللي كيعرفوا العالم اللي كيعرفوا المغرب، سياق ديال واحد الهجوم غير مسبوق على القدرة العشرائية ديال المغاربة، في ظل غياب ارتفاع ديال الأجور بالنسبة للعمال والعاملات والأجراء والأجيرات، أيضا الاستمرار غير مسبوق للارتفاع في المحروقات، كلها مجموعة من المعطيات اللي كتخلينا على أننا كل سنة على نخرجوا الاحتجاج، نخرجوا نناضلوا، نخرجوا من أجل الدفاع على الحقوق وعلى الحرية وعلى الكرامة اللي كافت الشعب المغربي. أيضا ما يمكن ليناش نكون على أن السياق اللي كيجي فيه اليوم تجي فيه اليوم الذكرى ديال 20 فبراير سياق ديال الهجوم على الشعب الفلسطيني، سياق ديال التطبيع مع هذا الكيان المغتصب، هذا الكيان الذي يستمر الى غايه اللحظه في قتل الابرياء، في قتل الاطفال، امام واحد الصمت مهول للمنتظم الدولي، امام واحد الصمت مهول لعدد من المنظمات التي كانت تتحدث عن نفسها على انها كانت عادله وانها حقوقيه. اليوم نقول على ان راهنيه مطالب دول حركة 20 فبراير لا تزال قائمة، لا يزال مطلب المساواة، مطلب الحرية والكرامة، مطلب دستور ديمقراطي أيضا لا يزال قائما. اليوم نقول نستمر في النضال، نستمر في الدفاع عن الحقوق والحريات من أجل المغربين يتسع لكل المغاربة، من أجل المغربين يتسع لكل بناتي وأبناء شعبي. وأيضا هي وقفة لنقول لمن يهملهم أن المدخل الأول من أجل المغربي الديمقراطي هي حرية التعبير، وهي فرصة نستغلها لكي نطالب بالإفراج الفوري والآني على كل المعتقلين السياسيين. وتحية. اليوم حنا هنا باش نخلدوا الذكرى 13 انطلاق حركة 20 فبراير، وفي نفس الوقت ديك اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية. هاد السنة اللي كيجي في واحد الوضعية اللي لازال مستمر تقهقر ديال المغرب على مستوى ديال العديد من القضايا في مقدمتها مؤشر الديمقراطية، حيث يعتبر المغرب من الدول الهجينة، المؤشر ديال مدركات الفساد، حيث الدول المغرب من الدول التي لا زالت تعرف مستويات قياسية من الفساد، مستوى ديال المؤشر ديال التنمية البشرية للمغرب كيحتل مرتبة يمكن 125 أو 123، إذا نسبة ديال البطالة اللي مرتفعة حاليا، الأزمة ديال الماء اللي كاين اللي غايقول لك بأنه الجفاف، لا ماشي الجفاف، هو سوء التدبير ديال الجفاف، ثم نضافت لها الأزمة الحقيقية اللي كتعيش واحد العديد ديال المناطق اللي ضربها الزنزان، وللأسف كاين واحد الخطاب كيروج ولكن الواقع ديال المناطق المنكوبة لا زال مستمرا. إذا حنا هنا جينا اليوم باش نقولوا كفى من السياسات الغير الشعبية واللا ديمقراطية، كفى من هذه السياسات اللي ما كتأدي بنا إلى الكوارث، كما أننا كنطالبوا بإقرار ديمقراطية حقيقية تكون مبنية على انتخابات حرة ونزيهة، ماشي برلمان ديال الأعيان واللي في واحد النسبة عالية من الفاسدين واللي كيتابعوا، ماشي جماعات محلية أو جهوية اللي تحتضنوا الفساد والمفسدين. يجب القطع مع الفساد، ويجب وقف يجب تعديل المدونة ديال الانتخابات ومنع الفاسدين ومنع المرتشين والراشين من الترشيح انتخابات. بغينا انتخابات تكون فعلا في المستوى اللي قادرة أنها تبدع وتعطينا حكومة اللي قادرة تبدع سياسة عمومية تخدم مصالح ديال الشعب المغربي وتخدم مستقبل ديال الشعب المغربي، ماشي لوبيات لا تخدم سوى مصالحها ومؤسسة برلمانية عاجزة عن التشريع وعاجزة عن مراقبة العمل الحكومي، لأن في الحقيقة هي فاسدة والفساد لا يمكن أن ينتج إلا الفساد. إذا نحن هنا لنقول بأننا يجب وقف سياسة الغلاء، يجب
تأمين شروط ديال العيش الكريم لجميع المغاربة والمغربيات، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية اتخاذ موقف حازم تجاه حرب الإبادة التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لإيقاف التطبيع ولإيقاف تهجير الشعب الفلسطيني خارج دياره وخارج ممتلكاته وخارج أرضه. وشكراً.